بسم الله الرحمن الرحيم كما راكم تشوفوا التحضيرات مقابلة سور غوزلان تجري في, في 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 في, أجواء رائعة ونحضرولها لها إن شاء الله رايحين بنية إن شاء الله نجيبوا الثلاث بوان إن شاء الله ونفرحوا الأنصار تاعنا ونفرحوا لي زونترينر تاعنا وإن شاء الله نديروا ماتش مليح ونجيبوا الثلاث بوان إن شاء الله والتوقف إن شاء الله يكون هذا يكون جبنا بنفعنا يكون فدينا منه الايجابيه هذا التوقف ان شاء الله يجينا بالايجاب ما يجيناش بالسلب ان شاء الله ان شاء الله نكونوا في خدمنا مليح ان شاء الله في هذا التوقف السلام عليكم اول شيء نترحموا على الشهداء تاعنا في غزه ثاني شيء في الفتره هذه طولنا قعدنا برسك 20 جور ولا ما لعبناش كانت لينا بالايجاب على كل حال وين درنا دو ماتش وخدمنا فيهم مليح و حضرنا مليح المباراة هذه سور الغزلان وإن شاء الله تكون ريزيلتا بوزيتيف لنا إن شاء الله معنا ما رانا محضرين بها حضرنا كما يلزم الحال عملنا مقابلات ودية مع اتحاد سوف مع نادي توقرت وإن شاء الله تجينا بالفائدة إن شاء الله وكما و نقولوا اشتغلنا مليح من الجانب البدني وإن شاء الله نكونوا نهار سور الغزلان إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله مقابلة في المستوى وان شاء الله لما لا العوده بالنقاط الثلاث ان شاء الله حاجة نقول الحمد لله رجوع البطولة لأنه كان شيء صعب باش تعمل في 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 وقت وإن كانت وقفة البطولة بدون بدون إشعارات بوقتاش راح تلعب بالنسبة للمدربين هذا شيء صعيب لأنك ما تعرفش حتى البروغراماسيون كيفاش راح تبرمج التدريبات تاعك مدة 21 يوم ما تلعبش كيفاش كل سنة نقولوا الأسبوع هذا اللي راح نلعب ولكن الحمد لله درنا أن ترافاي ميكس ودرنا برنامج ميكس باش على الأقل نوفقوا ما بين كل الجهات الحمد لله نظن وخدمنا شوية ساعدتنا من ناحية الاصابات استرجعنا بعض اللاعبين وعوضنا المقابلات الرسمية بمقابلات ودية حوالي ثلاثة مقابلات ودية ولا أربع مقابلات ودية كانت كانت فيها في الفايدة لنا هنا الحمد لله الحمد لله اليوم نرجع للريتم اللي طحنا عليه شوية يعني نعرفه باللي لما تكون في ريتم تصاعدي راح نتعبوا شوية فيه ولكن الظروف اللي موجودة كلها في يعني المحيطة بنا أجبرتنا وهذا حاجة عادي لازم نتقبله لازم نتمشوا معه الحمد لله إن شاء الله الرجوع هذا يكون رجوع مبارك علينا وان شاء الله تتحسن الاحوال في فلسطين ورب يرحم الشهداء وان شاء الله يا ربي منصورين ان شاء الله